بيكم في حلقة جديدة من برنامج لايف ستايل على سوبر ماما. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، بما اننا في موسم المصيف وناس كتير بتسافر بالعربية، ففي مجموعة من الحاجات لازم نتأكد منها قبل ما نسافر عشان حرصا على سلامتنا وسلامة ولادنا في الطريق. اول حاجة لازم نتأكد منها العجل. اولا لازم كل العجل يبقى مليان هواء ومعانا الاستبن، والاستبن برضو عملت تشيك على الهواء بتاعه. عادة في العرف ان احنا في الصيف بنبقى على 28 وفي الشتاء ما بين 30-32 حاجة زي كده، بس اهم حاجة تعمليها انك تتأكدي على العجل وانتي في محطة البنزين، هما بيبقوا عارفين الزبطة بالزبط اللي المفروض تظبطي عليها عربيتك. كمان لازم يبقى معانا دايما المثلث عشان لو اضطرينا نغير، حرصا برضو على ان الناس ما تخبطناش في الطريق. تاني حاجة لازم نتأكد منها عدة العربية فين وجواها ايه، يعني ايه الحاجات اللي جوه العده. لو لا قدر الله وقفتي او احتاجتي انك تطلعيها، اولا انت بعرفه هي محطوطه فين وتفكيها ازاي، تاني حاجه القطع المختلفه اللي جواها دي استخداماتها ايه، تالت حاجه الزيت. عاده احنا مفروض نغير الزيت والفلاتر بصوره دوريه. طيب لو انت متاخره على تغيير الزيت ما ينفعش تسافري والزيت مش متغير لو معاده، لان هو ممكن يتسبب معاكي في مشاكل انت في غنى عنها. حاجه كمان على الزيت، لو اللمبه بتاعه الزيت نورت تقفي فورا، ما تمشيش ولا حتى نص متر. لمبة الزيت اول ما تنور تقفي فورا وتتصلي بصيانة العربية او بجوزك او باي حد. الحاجة الرابعة بالنسبة لي المية، لازم اتأكد ان منصوب المية وصل لدرجة اللي المفروض يبقى عليها، ولو لا ازود المية شوية. ليه؟ لان المية دي اللي من ضمن الحاجات اللي بتأكد لي ان العربية ما تسخنش، فمهمة قوي بالنسبة لي. الحاجة الخامسة المساحات ومية المساحات، تأكدي ان الكاوتش بتاع المساحة نفسه شغال وانها بتمسح بجد مش بس حركات. والحاجة كمان ان المية بتاعتها تبقى شغالة مش بس عشان المطرة، لان ممكن اي حاجة تدلق على الازاز بتاعك في الطريق فهتبقي محتاجة تنظفيها على طول عشان تتفادي الحوادث. سادس حاجة كشافات العربية، سواء اللي ورا او اللي قدام او حتى الانتظار، لان انت عايزة اللي قدامك شايفك واللي وراكي شايفك، ولو هتقفي عارفة ان الناس مدركة انك هتقفي فهم كمان يهدوا سرعتهم. سابع حاجة الفرامل، اتاكدي من منسوب زيت الفرامل ان هو مظبوط، ودي حاجه تقدري تعمليها في محطه البنزين. حاجه كمان ان انت تبقي شايفه في التابلو بتاعك معنى كل علامه وامتى المفروض تقفي وزيت ولما لمبه الفرامل تنور ده معناه ايه. ده معناه انك لما توصلي للحته اللي عايزه توصلي لها تركني وتدوري على حد يبص يعمل لك تشيك على الفرامل دلوقتي ايه مشكلتها. واخر حاجه فولي العربيه واملي بنزين، ما تصبريش على نفسك كده لحد ما تبقى واصله لقبل النهايه ومش عارفه تتصرفي فيها ازاي. وبكده نبقى عرضنا 8 حاجات أساسية نتأكد منها قبل ما نسافر بالعربية، وخدوا بالكم من نفسكم وتوصلوا بالسلامة. باي باي.